العد التنازلي لانطلاق معركة الرقة بدأ بالفعل، فالأكراد حددوا الأول من الشهر المقبل موعدا لانطلاق العملية العسكرية ضد تنظيم داعش في المدينة التي تشكل معقله الرئيسي في سوريا. يأتي هذا رغم إحجام الولايات المتحدة الداعم الأكبر للوحدات الكردية عن تأكيد الموعد والتشديد على أن قرارا لم يتخذ بعد بشأن موعد المعركة. سيبان حمو قائد ما يعرف بوحدات حماية الشعب الكردية لم يكتفي بتحديد موعد المعركة بل أعلن عن القوات المشاركة فيها. فقوات سوريا الديمقراطية ستكون بحسب المسؤول الكردي اللاعب الرئيسي في هذه المعركة، وذلك رغم اعتراض تركيا التي تصنف الفصائل الكردية المسلحة كجماعة إرهابية. وتحضيرا للعملية قطعت قوات سوريا الديمقراطية الطريق الرئيسي والوحيد للخروج من الرقة والذي يمر عبر نهر الفرات، فيما أعلن التحالف الدولي نشر وحدة من المارينز قوامها 500 جندي تمهيدا للعملية. رمضان بالعمري، العربية،